يقول يا شيخ واحد من زملائي عنده خبرة في الانترنت، يقول فدخل يوم من الأيام على موقع، هذا الموقع متخصص في الصور السيئة يعني الخليعة، تشترك لمدة 5 سنوات ب500 ريال أو دولار ما أدري، ويرسلون إليك في كل أسبوع ملفا إلى إيميلك في مجموعة من الصور. جاء هذا واشترك، وصار كلما جاءت الصور يحملها في الجوال معه، وإذا جلس مع أصحابه بدأ يريهم إياها، شوفوا يا شباب يا أخي من وين وكيف نريد مثلك. قال لا هذا 500. قالوا طيب أخبرنا أين الموقع ونشترك، 500 سهلة. قال لا أنا سأوفر عليكم، كل واحد منكم يعطيني إيميله وأنا أعمل لها عندي مباشرة، لما توصلني أعمل إعادة إرسال وأرسلها لكم. قالوا ممتاز، وبدأ كل واحد يعطيه إيميله وإيميل أخيه وإيميل صديقه، جمع مجموعة من الإيميلات وجاء وبرمجها عنده في الكمبيوتر، وصار الإيميل من هناك يصل ويرسل مباشرة أوتوماتيك إلى 50 ولا 60 ولا 100 إيميل. كلما جلس معهم فإذا هو قد فتح القدس، كل ما جلس يا أخي ما شاء الله عليك والله الصور رائعة هذا الأسبوع وكيف وعملت وفرحان. مضى 6 أشهر وقع عليه حادث ومات. مات. يقول صاحبي يا شيخ صلينا على الرجل ودفناه، ثم أقبلت وفتحت الإيميل عندي فإذا فيه رسالة منه جديدة، فتحت الرسالة فإذا هي صور خليعة. قلت لا يمكن هذه رسالة من زمان وأنا ما انتبهت إليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومسحتها. يقول جئت الأسبوع القادم فتحت الرسالة فإذا فيه رسالة، وإذا هي رسالة جديدة منه وهو في قبره مات. فتحتها فإذا هي صور خليعة ملف، فأدركت أن الرجل قد وضعها أوتوماتيك، فأرسلت إلى الموقع قلت يا جماعة الاشتراك الذي الموقع الإيميل الفلاني أوقفوه الرجل مات. فردوا عليه قالوا أعطنا الباسورد الكلمة السرية اللي هو اشترك بها. قلت ما أعرف. قالوا إذن بقي له 4 سنوات ونصف. يقول أنا يا شيخ بنكمل 2 سنين ولا يزال يرسل لي في كل أسبوع ويرسل لي أصحابي. يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم اللي تركوها، تركوها في الحياة قبل الموت، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأنا أقول أيها الإخوة والأخوات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وسبب اللعنة التي تنزل بالأمم تركه من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب عليك لتضع بصمة في الإسلام، إنسان عنده معصية على الأقل يا أخي لو بلسانك، لو تقول يا أخي اتق الله يا أخي امسح الصور اللي في جوالك، يا أخي اتق الله، كلنا نقدر نكون علاقات مع بنات، لكن يا أخي حرام ترضى لأختك، ترضى لأعمتك، ترضى لأمك، ترضى اتق الله في نفسك، على الأقل بصمتك في الإسلام يا أخي أنك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر.